دكتور إيهاب غالي، استشاري أمراض القلب، مستشفى الصدري، مركز الكويت للقلب. أهلاً وسهلاً بحضرتك يا دكتور. أهلاً بيك. أهلاً بحضرتك. دكتور، كنا عايزين نعرف إيه الدور اللي بيلعبه الكوليسترول عموماً في القلب والأمراض بتاعت الأوعية الدموية. الكوليسترول إن جنرال من الحاجات اللي هي ريسك فاكتورز اللي هي بتعمل كروني انسداد في الشرايين بتاعت القلب، وديت من الحاجات، في حاجات في ايدينا نغيرها وحاجات ما ايدينا ما نغيرهاش خالص. الكوليسترول واحد من الحاجات اللي ممكن نعالجه ونمنع حدوث حصول سكرات او انسدادات بان احنا نعالجه كويس من بدري في الموضوع دوت. فدلوقتي في ادويه كتير قوي نزلت للكوليسترول، والجايد لاينز او الجمعيات العلميه الخارجيه سواء في اوروبا او في امريكا بينزلوا ارقام معينه بحيث ان مريض القلب قبل ما يكون مريض ايه الليفلز المفروض يكون فيها عشان يكون ما يحصلوش اي مشاكل مستقبليه في المستقبل. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، وشرفتنا النهارده، نشوفك كل سنه ان شاء الله. حضرتك طبعا. ثانك يو سو ماتش. ميرسي.